design. السلام عليكم الناس الكل، معاكم اليوم احمد كابو كالعادة في فيديو جديد. اليوم نتقابلوا في الابيزود 4 من الجيمينج نيوز، واليوم باش نحكيو فيها على اخرى نيوز من الباري جيمز ويك ونيوز اخرى. ما غير ما نزيدوا في البلا بلا بلا للتشامب رايت انتويت. نبداو اخبارنا اليوم بخبر اللعبة ستار وورز باتل فرونت. هي اكدت ان اللعبة باش تكون مترجمة بالعربية. الحاجة المحسنة انه اللي باش يترجم هو المنيو والسبتايتلز، والصوت باش يقعد كيما هو. نفكر اللي ستار وورز باتل فرونت باش تتوفر في 17 نوفمبر على البي اس 4 الاكس بوكس 1 والبي سي. شوية اسابيع تفصلنا على خروج اللعبة اللي يستنيو فيها برشا عباد، وانا منهم. اللعبة هي رايز اوف ذا تامب رايدر. يمكن الوقت بكري شوية أما المطورين قرروا أنهم يهبطوا تريلر باش يشوقوا بيها الملاعبين. التريلر هذا يركز على لقطات من الجيم بلاي ومن أحداث القصة. رايز اوف ذا تامب رايدر باش تخرج في 10 نوفمبر على الإكس بوكس 1 والإكس بوكس 360، وفي آخر 2016 على البي سي والبي اس 4. كما عودتنا كل شهر، سوني تفرح بالمؤخرتين في خدمة البلاي ستيشن بلاس. هالمرة أعلنت على الألعاب البلوشي متاع شهر نوفمبر. ألعاب البي اس 4 هما ماجيكا 2 و The Walking Dead. بالنسبة للبي اس 3 فما ماس افكت 2 و Beyond Good and Evil. وأخيرا بالنسبة للبي اس فيتا فما Invisibles و Dragon Faint Soap. نسبة كبيرة من البي اس 4 جيمرز سألوا سوني في حالة أنها باش تتبع مايكروسوفت وتعمل Backwards Compatibility، واللي هي تقنية تمكنك باش تلعب ألعاب الإكس بوكس 360 على الإكس بوكس 1، مش الكل بالطبيعة. وجاوب جيم راين رئيس فرع سوني في أوروبا أنه سوني ما تخممش جملة في الحكاية هذه، وقال أنهم مركزين على تطوير ألعاب حصرية تفاجأ بها الملاعبية متاعها في المستقبل. أعلن استوديو أفالانش المطور للعبة جاست كو 3 على فيديو جديد يشارك به الملاعبية المعلومات وتفاصيل بشكل أوسع على لعبة جاست كو 3. الفيديو هذا يركز على نوع المهمات اللي باش يعملها الجيمر في وسط اللعبة هذه، وكيفاش باش يتحرك بكامل الحرية وينجم ينفذ الميسيون هيكية كيما يحب هو بالأوبن وورد متاع اللعبة هذه. وكيف كيف ركز على الكاميرا اللي تبع البيرسو وسط اللعبة واللي كانت رياليست على الأخر. نفكر اللي اللعبة قرروا باش يطلقوها في 1 ديسمبر البلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 والبي سي. بالنسبة لحلقة اليوم عملت لكم حاجة جديدة باش تكون دونك في كل حلقة من جيمينج نيوز نعطيكم كيستيون، وهذاك الكيستيون انت متجاوب عليه اللوطة في الكومنتير، وهذاك ما انت حاجة نفعلوا بها ما في الحلقة بخلاف انه النيوز في حد ذاتها. بالنسبة لسؤال حلقة اليوم، شنية اكثر حاجة خوفتك في الفيديو جيمز اللي لعبتها؟ اكثر شخصية تنجم تقول. كانت هذه الابيزود 4 من جيمينج نيوز، واللي حكينا فيها على الباري جيمز ويك واخر الاخبار اللي جاوا منها والاخبار الاخرين بصفة عامة. ان شاء الله عجبكم الديزاين اللي ورايا وفكرة السؤال اللي باش تحطنا نتفاعلوا مع بعضنا اكثر. سو ان شاء الله عجبكم الفيديو، ما تنساوش تحطونا لايك سبسكرايب وشير. كان معكم احمد كابو، باي باي.